مرحبا، أنا سامي. اليوم راح نحكي لكم شو راح نجهز اللحم بعدين ننوزعه بالمخيم. أول شي راح نجيب الخروف لعند القصاب، بعدين راح نقطعه قطع كبيرة. لا هاد ما راح يلزمنا، هلأ بنكبه. بنجهز الخضرة، بنعمل حوالنا عم نفرم الخضرة قبل ما نعطيها للقصاب. بنفرم لحمة شغل الناس خبرة يعني، هاي سهلة، بنخلط اللحم مع الخضرة. هيك بجهز معنا اللحم بعجين. او لا في شغلات قبل، هم نروح على الفرن ونلبك العمال ونعم يشتغلوا. بنحط الرغفان بالفرن. بلا طول رايكم بطلالتي. لا عفوا، هون نستنى الرغفان لتبرد شوي. نجي نغلف الصحون. هيك بنخلص تغليفنا وبتكون وجبتنا جاهزة للتوزيع، ونبدأ شغلنا بالمخيم.